انا وداد بنت هذه المنطقه، جيت انايا كندير المسمن هنا، احسن مسمن في اسفي، والله يخلينا العامل، والله يخلينا صحاب الجمعيه هما اللي وقفوا معانا، والله يخلينا سيدنا وجو مرحبا بهم. هاد العوينه راه زوينه والمناظر خلابه، وشوفوا البحر ويجوا ياكلوا المسمن، وحنا غندير ان شاء الله الحرشه ومرحبا بهم. كانت تهيمجت وكان بنادم الحريره حامده كاينه وكانت مهيمجه، كان ما يقدوش بنادم يهود مع بنادم كيخاف، كيقولوا راه كيقولوا فيها الناس خايبين وهذاك الشيء. ودابا زيان الوقت، زيانه الوقت، والله يخلينا سيدنا، والله يخلينا سيد العامل، والجمعيه تا هي واقفه معانا الله يخليها لينا. الوالده لها 50 عام وهي كتغسل العيالات، هذاك الشيء كي الوالده عندي حجوبه، هي اللي انا ويا 50 عام. دابا انا اللي بعض المرات مني كتمرض ولا شي حاجه انا كنتكلف بهم، شتوى وصيف كنهود. كانت لاله ميرا هنا، كان لها البيت وكانوا دايرين الجلسه بحال ديال الحمام وداك الشيء، وكان بحال الشاريج، كانت الشاريج. ومني جات واحد الحمله واحد هذاك هود كل شيء، هود الجرف كامل، صافي تهمجت هذه البلاصه. وسيدنا الوالي وسيدنا راه صوبونا لينا، الله يخليهم لينا، الله يخليهم لنا ويخلينا السلطه المحليه، الله يحفظهم لينا. السلام عليكم ورحمه الله، تنشرفوا بالقناه ديالكم اللي دائما صراحه في قلب الحادث. واحد صريح بسيط بالنسبه للعائله لاله ميرا، كيف ما كنعرفوا حنا كنا كنجيو ليها دراري صغار اللي كنا كنديروا الرياضه السبور ديالنا وداك الشيء، ضروري الا ما هبطيش من هنا وعمتي في لاله ميرا وشربتي ديك الميه ديال الصباح وهذا، ما كتحسش براسك راك هو هذاك. غير بالنسبه لواحد الملاحظه اللي تات انتباه ديالي هنا، وهاد الوليدات كيعوموا وداك الشيء واجواء زوينه رائعه صراحه. خاص شي باصان اخر بالنسبه للعيالات، حيت العيالات هما كاين دابا كنشوفوا اكثريه هنا الوليدات والرجال كيجيو يديروا الطاسات ديالهم وداك الشيء كيعوموا مع راسهم، ولكن العيالات محرومين حتى هما من هاد العين هذه، بحكم ما كاينش شي باصان اخر ولا ما كاينش فين يتستروا ولا شي حاجه. لا حباده يكون شي باصان اخر بالنسبه للعيالات باش هما الا بغاو يدوشوا ولا هذا ياخذوا راحتهم. وشكرا. السلام عليكم الاخوان، الاخوان الساكنه اسفي بصفه عامه. المنتجع دار الناس على اسفي كاملين، ومن هذا المنبر ليس مجامله باش نقدموا الشكر الجزيل للسيد العامل الحضور ديالو الدائم اللي عطى الاخوان تاع الجمعيات، عطاهم واحد البعد انهم يخدموا اكثر، والشكر الجزيل للسيد المسؤول المهندس المسؤول على الورش كامل. وهذه هي المناسبه باش نقولوا لهم النواقص في هذا المنتجع، من ضمن النواقص في هذا المنتجع هاد الناس اللي غادي يكونوا هنا قيمين على المنتجع، خاصهم اما يكون عندهم واحد لاتيني موحده، يكونوا بلايص ديالهم موحد اللي غادي يدير مثلا الطاجين او المسمن، يكون واحد البلاصه نقيقيه ومسائل واخيه. وزيادا على ذلك من ضمن النواقص اللي كنعانيو منها الاضاءه غير متوفره بالكامل، والامن خاصو يكون مستتب بحكم ان الناس غادي يجوا يزوروا المنتجع، ما خاصهمش يلقوا واحد كيصوب في جوان ولا كيضرب كاس ولا شي حد ولا محيح ولا هاز جنوي ولا شي حاجه. الامن عنصر اساسي في المنتجع. ومن الساكنه ديال سيدي بوزيد، حنا من الصغر ديالنا وحنا كنعيشوا في هذه المنطقه هذه اللي هي لاله ميرا، البلاصه هذه كانت واحد العين اللي هي مهمله، عين متلاشيه يعني فيها واحد ديبي واحد اللي كيكون عليه الزحام وعليه سميتو. التوأم الناس الساكنه باش يراسلوا الجهات المسؤوله اللي هي مشكوره من هاد المنبر، لا من الناس اللي سهروا على هاد البناء، على هاد المنتجع اللي غنسميه منتجع الصغير او بدايه منتجع لاله ميرا. وكنتمناو الساكنه، هذا نداء للساكنه ديال مدينه اسفي وديال المغرب كامل، نداء باش يحافظوا على هاد المنتجعات ويحافظوا عليهم، وبالبيان ماشي يحافظوا عليه يعني يعطوا شويه اهميه لهاد المنتجعات السياحيه. حنا اسفي ناقصين منتجعات سياحيه وخاصنا نعطوها اهميه، وهذه هي البدايه.
بقى ان شاء الله من هنا لقدام للاميره تكون غاديه البروجي اخر ان شاء الله اللي يكون مع المنتجع ديال الترونش الاخر اللي يكون مع المنتجع ديال راس الفا. السلام عليكم. اول حاجه تنشكر موقع صافيناو لا سافي الان. معكم مصطفى بن المعطي رئيس جمعيه شباب سيدي بوزيد. حنا الان بعين الاميره الحمد لله اللي كان عندها واحد الزخم محلي ووطني. تنشكروا كاع المتداخلين اللي تعاونوا وصيبوها وقادوها باش تولي جوهره حاضره المحيط. متين عندنا جوهره راه جوهره لان مدينه في كل جوهره ونعين للاميره ان شاء الله راه تكون جوهره تاع 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 الحاضره. وكما تشوفوا تبارك الله راه الناس راه كلشي تيحج اليوم. راه الاربع على الاربع عنده واحد الخصوصيه خاصه بانه تيكون استحمام تاع النساء والطقوس تاعهم. الايام الاخرى بحال ايام العطل السبت والاحد الحمد لله كان تيكون واحد الاكتضاض. اول حاجه تنفكروا فيها احنا كمجتمع مدني مع شركاء تاعنا اللي هي السلطه المحليه والمتداخلين المنتخبين باش تكون توسيع لهذا المكان ان شاء الله باش يمتد حتى لراس الفعه ويكون الشطر الثاني من هذا المشروع. هذا نحاولوا باش يخرج الناس يكون شطر ثاني باش من هنا يكونوا دريجات يكونوا طراس الفعة ويقدر يستوعب اكبر عدد من الساكنه يقدر يجوا. وحنا عندنا تبارك الله مؤهلات طبيعيه اللي هي ما كاينش في منطقه اخرى. البحر الخضوره الماء الجرف كاين شي حوايج عندنا راه خاصنا نستغلوهم والحمد لله هادشي تيبشر بالخير. وكما تنقولوا هذه البدايه ومازال شي حوايج مازال القدام.